بركة كبيرة وجود سيدنا صاحب النيافة الحبر الجليل نيافة أمبسرابيون مطران لوس أنجلوس. من سنين طويلة لم تشرف مدينة الأسكندرية بزيارته وبركته، وإحنا فرحانين النهاردة قد إيه، فرحة كبيرة جدا. اليوم عيد في الأسكندرية عند محبي سيدنا وعارفي فضله، وبركة وإضافة ثمينة جدا لمدرسة تيرانوس للتعليم اللاهوتي والوعظ. شكرا سيدنا، أحب أن أبدأ مع نيافتك ببعض التساؤلات في مجال الرعاية ومتغيرات العصر. نيافتك اتكلمت عن حراسة الأسوار قبل كده، وإحنا عايزين نسأل، إحنا في زمن تصاعد فيه انتشار الشكوك الإيمانية، وأبناء هذا الجيل دائما يطلبون برهان أو براهين، إثباتات علمية أو عقلية، فهل ده بنعتبره احتياج وتطور زمني يحتاج إليه المخدومين في الزمن ده؟ محتاجين نعرف إرشاد وتوصية نيافتك وتعليم نيافتك في جانب انتشار الشكوك الإيمانية. لو احنا طبقنا نفس المبدأ احتياج رعوي ونتعمق في الكنيسة الأولى، نقول مثلا لما بدأ الإيمان كان إيمان بسيط، يعني مثلا الخاصية كندا كمال الحبشة كان مجرد قال إن أنا أؤمن إن يسوع المسيح ابن الله وتعمد على هذا الإيمان. لما ابتدى الإيمان ينتشر وابتدت تخش فئات من الفلاسفة ومن المثقفين، ابتدت الأسئلة تيجي، طب إزاي يكون هو الله وهو ابن الله، ويعني إزاي يتجسد؟ فابتدى يطلع علم اللاهوت، إنه بنشرح. هو العلم اللاهوت مثلا لما أقول قانون الإيمان، قانون الإيمان مش جاب إيمان جديد، الإيمان كان موجود بس شرحه فصل فيه. ابتدت يحصل اجتهاد استخدام للفلسفة اليونانية، يعني الفلسفة اليونانية كانت موجودة، فكان في اتجاهين، هل احنا نبعد عن الفلسفة اليونانية دي ونخلينا في بساطة الإيمان؟ لو الكنيسة عملت كده طب مش هتقدر توصل للناس اللي عايزة تعرف وتشرح فابتدت الكنيسة بالذات القديس أكليمندس السكندري استخدم الفلسفة اليونانية. استخدام الفلسفة اليونانية دي فاد وضار. فاد انه نم علم اللاهوت، اصبح فيه شروحات، عشان كده الالفاظ ابتدت تتحدد، يعني هايبوستز يعني ايه، اوسية يعني ايه، كان في الاول ما كانش واضحة، كان ممكن ده يستخدم مكان ده. في نفس الوقت في بعض نتيجة استخدام الفلسفة اليونانية هغتقه، لان الفلسفة اليونانية لها قواعد، بما ان اذن، لكن اللاهوت لو مشي بكل قواعد الفلسفة اليونانية هينتهي بهقطقة. يعني مثلا زي مثلا مسطور، مسطور مشي تبع الفلسفة اليونانية، بما ان لاهوته مساوي للآب، وان بما ان اللاهوت لا يولد إذن لا يمكن تدعى ولادة الإله. قديس كولوس حط الآية فوق الفلسفة، الأول قال الآيات بتقول ايه، وبعدين ضبط فكره بحيث ان الفلسفه ما تطلعوش بغى الايه بغى الايات، عشان كده ما هقطقش. فالفرق بين الاب الاكتودوكسي وبين هو استخدامه. احنا برضو في تطورات في العلم، تطورات في المجتمع، لو تجاهلناها هنبقى بعيدنا عن، لكن ناخدها بس يبقى في قواعد بتظبطنا. يعني مثلا نظريه التطور، النشوء والتطور، الإيفوليوشن. الكتاب المقدس قال لنا أن الله خلق السماوات والأرض، وأن الله خلق الإنسان، لكن ما دخلش معه في التفاصيل. فأنا ممكن أستفيد من النظرية دي في معرفة نشأة العالم، بس لو العلماء تحولوا من علماء إلى فلاسفة وحولوا النظرية إلى ايديولوجي، وقالوا يبقى إذن ما فيش إله، يبقى هم طلعوا من الساينس، من العلم، دخلوا في الفلسفة أو في الايديولوجي. في نفس الوقت أنا
افهم ان الكتاب المقدس مش المقصود منه ان يدينا نظريات علميه، الكتاب المقدس بيدينا قضيه الخلاص. ففي بيذكر لنا حاجات بخصوص قضيه الخلاص. فاذا في حاجات ما ادانيش ان انا اعرف كل حاجه. يعني مثلا لما ربنا خلق ادم وحواء قال له انك انت وضعه على الارض ليحفظها، مش كده؟ بس ما قالوش يحفظها ازاي، لان اداله عقل يفكر بيه. فابتدى الانسان لما طلع ابتدى يخترع حاجات. مثلا لما جاب له الحيوانات يسميها، طب ايه معنى دي؟ طب مش مجرد اسامي كده؟ لا، عشان ادم يبص يشوف صفات ويبتدي يطلع اسم يناسب الصفات دي. فاذا بيجيب له ايه؟ مش زي الطفل لما انت تقول له ده اسمه اسد وده اسمها قطه ودي اسمها كذا. انما ربنا ما عملش ادم كده، لان اداله مخ، اداله عقل. يبقى اذا الاعلان الالهي ما بيقوليش كل حاجه، لان ادالي عقل اقدر ان انا استفيد منه. فلو انا عرفت حدود الاعلان الالهي وحدود استخدام العقل، يبقى اذا ما زعلش من النمو في العلم واعتبره انه ضد الايمان. وفي نفس الوقت اعرف ان العقل البشري هو عقل محدود، ففي حاجات ما اقدرش عليها وهكذا. فعشان كده احنا نشوف الناس دي الشكوك دي اللي بتجيلها ايه، ونتناقش معاها، وبعدين نفهم ايضا المجتمع ماشي ازاي. يعني يجي واحد يقول لك، تقول له ايه نظريه الايفوليوشن ده، يقول لك اه اصل الانسان اصله قرد. هو داروين ما قالش كده، هو داروين عمل اوبزرفيشنز بعدين اضافوا ليها. فاذا طب انا درست الموضوع، يعني ادرسه الاول، بعد ما ادرس الموضوع اقدر افهمه على القواعد اللي هي، فاقدر اتناقش مع الشخص اللي انا بناقشه. لكن انا لو قفلت ومش عايز اعرف وعندي اكلاشيهات بقولها هفقده. لانه فكره زي ما احنا مثلا هناك مثلا بيعلموهم الكريتيكال ثينكينج، يعني انك تفكر فكر انتقادي من اول الطفل، تقول حاجه ايه مرجح. يعني يجي مثلا ايه، نقولهم في مدارس الاحد القديس مرموقس اسس كنيسه الاسكندريه، فين المرجع بتاعها؟ نقول له يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة قال إنه مرقس راح مصر راح اسكندرية. لو أنا زعقت فيه إيه اللي بتقوله ده؟ يعني إيه مرجع؟ الكنيسة قالت لنا كده. تنفعش، تنفعش. يعني فلازم يعني أتفهم معاه، يعني وأعرف إيه الحاجات اللي بيمشي فيها في المجتمع بتاعنا. يعني مثلا إيه، لما جت الانتخابات الأخيرة دي في أمريكا، أجيال اللي طالع أغلبيتها كانت تأيد هيلاري كلينتون، والكبار طبعا ترامب. شغله. فإحنا فالكنيسة إحنا بره الموضوع ده. لما حصل أن حتى مثلا أنا مثلا مجمع الكهنة عندي في أباء من كبار جايين من مصر وأعمار مختلفة، وفي اللي نشأوا في، فأحد من الآباء يعني زي عمل نوع من انبسط قوي من حاجات ترامب دي. فإحنا عندنا زي يعني مجموعة خاصة بالكليرجي يتبادلوا كده على الواتس أب يعني. فواحد من الكهنة الجداد بعت يحتج، يعني إيه كنيسة، المفروض الكنيسة تبعد عن السياسة. كان متضايق، يعني عايز اقول في حاجات حساسه زي كده، ان انا لازم افهم حساسيه المجتمع ده ومفهوم المجتمع. لما نيجي مثلا نناقش معاهم الهوموسيكشواليتي مثلا، هو ممكن يناقشك معاها من ناحيه حقوق الانسان ايكواليتي، فلو انت هناقشتها ايكواليتي هتخسر. لكن انا بناقشها كحاجه، مفهوم الزواج ايه، مفهوم السيكشواليتي ايه في المسيحيه قبل ما اخش في الموضوع ده، وهكذا. شكرا سيدنا. في برنامج بيشكل تحدي كبير موجود دلوقتي على الانترنت،
اللي هو برنامج المسيح يكره التدين، وده طبعا اسلوب مخادع للتكسير في الكنيسة، يعني انتي تشيرش انتي ساكرامنتال انتي كليرجي، وده في ناس من ولاد الكنيسة بيتخطفوا من الكنيسة لصالح الافكار دي اللي بتكسر في الكنيسة. فعايزين نعرف نصيحة نيافتك وتعليم نيافتك فيما يتعلق ببرنامج المسيح يكره التدين. أنا طبعا ما أعرفش التفاصيل، لكن كمبدأ شوفوا السيد المسيح جه وسط ظلمات كتيرة، ما عادش يمسك الحاجات الغلط، اتكلم على الصح، اتكلم على أن أنا جاي الإجابة، أكلمكم عن الله الآب، الأب المحب، ما عادش يقول الوثنية بتقول كذا والهندوسية بتقول كذا والمش عارف يقول كذا، مسك إيه؟ فإحنا بالنسبة لكنيستنا، كنيستنا غنية، فأنا كل ما ركز على كنيستي وأشرح مفهوم الأسرار، ما هو في فرق بين أن أنا بقدم السر كحاجة هو لازم تعملها، لازم تيجي تتناول، لأنك لو ما تناولتش مش هتخلص، وبين أشرح له إيه السر. طب ليه المسيح ادانا نفسه في صورة نأكل ونشرب؟ ليه ما كان كفاية أن أنا أخذ المسيح بالإيمان؟ لأن جسدي ده مشترك معايا في الأبدية، فعلشان خاطر جسدي هيكون معايا في الأبدية، يبقى أنا جسدي محتاج أن ياخد المسيح أيضا، فعشان كده المسيح ادانا نفس، ادانا نأكل ونشرب، خدوا كل هذا جسدي اشربوا هذا دمي. في نفس الوقت أيضا لما نشرحها من ناحية الخلاص، يعني المسيح أخذ طبيعة بشرية، انتصر على الموت ومجد هذه الطبيعة اللي أخذها، يعني مر بكل ده عشان نحن. طب إزاي إحنا توصل لنا دي؟ لما تقرأ مثلا قديس بولس البوشي يشرح إن إزاي الخلاص بيجينا من خلال المعمودية، لأن المعمودية بنموت ونقوم مع المسيح وبعدين بناخد الروح القدس، فبنستعيد الصورة الأولى وبنلتصق بجسد المسيح من خلال التناول. يعني الجسد الممجد ده اللي انتصر بيه على الموت بيدهننا في التناول، فبالتالي أنا ببقى عضو في جسد المسيح. لو أنا ابتديت أخش في المعاني اللاهوتية لسر التناول وبشرحها له بطريقة لاهوتية، دي هتخليها يقبل، وهكذا. فأنا محتاج أن أنا أبذل مجهود أكتر، لأن الحاجات دي مش هتخلص، يعني الحاجات دي مش هتخلص، تطلع حاجة تخش حاجة مش عارف إيه. إنما زي ما حصل لنا الكنيسة بتاعتنا لما حصل هجوم من الميشنرز، قعدنا نقول وبيهاجمون، الحل كان إيه؟ الكنيسة نهضت، استفادت منهم وخدت منهم وديتها صيغة أرثوذكسية. فإحنا كنيستنا قوية، كنيستنا كنيسة غنية، بس احنا نقدمها بطريقه صح، مشبعه، طريقه مشبعه تشبع الناس بيها، وما نقعدش نشغل نتشغل بالناس دول، لان مش هنخلص، ده يطلع لنا بده والتاني يطلع لنا مش عارف بايه وده يطلع لنا بايه، وامور لا تنتهي. فانت ركز، قدم كنيستك، قدم الكنيسه بقوه وخليه يعيش في الكنيسه، ودي له مثلا. وكنيستنا والدليل مثلا، يعني لما تحصل مثلا حادثه يقول لك فلان الفلاني ده، زي الحادثه دي بتاعت انه واحد يعني تعمد في الكنيسه وبعدين جه عاش بقى الكنيسه، يعني كنيسه اخرى، وجه لما يتجوز عايز يتجوز في الكنيسه، طب نجوزه ولا ما نجوزوش؟ انا مش هناقش القضيه دي، لكن هناقش حته مهمه، ان الناس دي لانها تربت في الكنيسه حتى لو جهت فتره بعدت، لكن عارف عند الحاجات الاساسيه في حياته، يقول لك لا هيجوزني واحد افندي انا هتجوز في الكنيسه، لو جه مات ما يقول لك واحد عاوزين نصلي عليه في الكنيسه، لانه حاسس انه اهله حاسين ان هي الصلاه دي هي دي الكنيسه. يعني ده توريك ايه؟ ان حتى الناس اللي بتبعد لسبب من الأسباب وبيجذبوهم، برضو الكنيسة داخلة جواه، فبتيجي عند الحتة الأساسية
يقول لك لا انا يعني اروح الكنيسه. فاحنا ثقه بكنيستنا، لان طبعا الحمله ضد الكنيسه شديده، تشكيك كتير وتضخيم الاخطاء وكده عشان يزعزعوا، وبالذات ضد الاكليروس، لان عارفين كنيستنا علاقه بين الاكليروس والشعب، فعايزين يبينوا الاكليروس ده عايش في عالم تاني ملوش دعوه بالناس، برج عاجي. برج عاجي دي يعني للاسف بعض الناس بتعمل كده. العلاج ايه؟ ان انا اخذ مكتر. يعني ساعات مثلا ما يهاجمونا، طب نعمل ايه؟ نخدم الناس اكتر، نستفيد من الكلام اللي بيتقال، ممكن يكون في اخطاء فعلا نصلحها، نرتبط بالناس اكتر ونشعرهم بالعمل الرعوي، لان الكنيسه بتاعتنا كنيسه رعايه. سيدنا نيافتك في اجابه السؤال الاول ذكرت ازاي يستخدم كليماندوس السكندري الفلسفه، وذكرت في السؤال الثاني القديس بولس البوشي، فما بين هؤلاء واتساع القرون، ربما يكون القرن التسعتاشر بولس البوشي والقرن الرابع أو بداية القرن الرابع قديس كليماندوس السكندري، فهناك حراك كتير في الأفكار وتطور أو تجديد زي ما نيافتك قلت، لكن دلوقتي في حاجة مهمة جدا بتهمنا كخدام، أن هناك تحدي عقيدي وجدل بيننا، في جدال داخلي داخل الكنيسة، يعني ولا أكون مزايدا إذا قلت أنه وصل إلى صراع خاصة على صفحات الإنترنت. الصراع ده في تقسيم وأصبح في تصنيف، هذا بحق، وهناك البعض يعني عامل زي عملية تجيش، ما بقاش فكر شخص، لكن كل واحد يريد أن يجيش لرأيه، وفي يعني حاجة زي أشبه بالفتاوى كده، وإحنا بننحدر في الجزئيات ديت، وللأسف إنه في كتير من الخدام زي حالاتي كده مبتدئين بيتعلقوا في الحاجات اللي هي ممكن تكون يعني ليست ضرورية وليست حيوية في خلاص النفس، وهو بيشغل أيضا مجموعة من الشباب ربما يكونوا المبتدئين في الكنيسة. ازاي احنا نحسم هذه الجدالات، وازاي الروحانية بتاعتنا تبقى أرثوذكسية أصيلة، خاصة في نحو مضمون التقليد السكندري القبطي النقي اللي احنا تسلمناه من الآباء الأولين. هو كان قداسة البابا تودوس كان دعا لاجتماع في شهر أغسطس بخصوص التعليم، بعد ما حصلت موضوع مدرسة الإسكندرية والكلام اللي اتقال ده، وأنا دعيت لحضور هذا الاجتماع وقلت كلمة فيه، ودعيت إلى حوار قبطي قبطي، يعني احنا حوار جوه الكنيسة، حوارات بينية، يعني قلت انها حوارات بينية، بحيث ان في بعض الموضوعات عايزين نناقشها مع بعض حتى على مستوى الأسقفة، علشان خاطر ممكن احنا بنهاجم بعض في حاجات مجرد ما يحش شكلية. يعني مثلا واحد يقول ده في بدعة جديدة دلوقتي بتقول ان الخلاص هو حب فقط، طب الخلاص مش هو ايه؟ هو حب، انما المشكلة ان البعض بيعتبر ان الحب يتعارض مع العقوبة، فاذا المشكلة مش ان بيقول خلاص حب، ان بيقول ما فيش عقوبة. بعدين ايه مفهوم العقوبة؟ طب ايه مفهوم انه دفع الدين؟ هو المسيح، او واحد يقولك ايه، هو المسيح مات لأجلنا مش عنا، ونخش في جدل عقيم، هو مات عنا والأجلنا الاثنين، مات عنا لانه لو ما كانش المسيح مات احنا كان محكوم علينا بالموت، والأجلنا لانه بموته خلصنا من الموت، فما كانش، فإذا الاثنين موجودين. طب ليه انا ده اخش مثلا في او وغاثة الخطية الجدية؟ ايه كلمة وغاثة؟ اقصد ايه بكلمة الوغاثة؟ هل الوغاثة دي بمعنى ان زي واحد بيغوص مرض؟ طب هي ايه الخطية؟ هل الخطية دي حاجة فيزيكال، حاجة مادية، ولا الخطية دي حالة؟ الخطية هي التعدي، فيقولك احنا ورثنا الخطية ولا ورثنا حالة الخطية؟ طب ايه الفرق؟ وانا في الاخر قدام ربنا خاطي،
ليس إنسانا طاهر ولو كان حياته يوما واحدا على الأرض. في مشكلة لأنه في ناس بتتشيع، مثلا ما حد بتشيع مثلا لفلان، فبدام قال له كلمة في عبارة أو بتاع. فعايز أقول ده مثلا طلع دلوقتي يقولك بدعة تأليه الإنسان. لو طب إيه بدعة تأليه الإنسان؟ قداسة البابا شنودة الثالث راح نفسه كتب مقالات باسم بدعة تأليه الإنسان، كتب كتاب. إيه هذا الكتاب ده؟ بابا شنودة كان بيهاجم أو بيرد على أفكار وردت لأحد الكتاب وجمعها مع بعض وقال دي بدعة تأليه الإنسان. بالإضافة إلى كلمة تأليه دي ما كانتش مستخدمة عندنا، لما ترجموها من اليوناني ثيوسز ترجمت عندنا كلمة تأليه في العربي ملاش غير معنى واحد نيجاتيف، لكن في اليوناني مش كده. فعندنا مشكلة الترجمة ومشكلة كاتب كتب حاجات. لكن لو أنا عملتها، طب النهاردة القديس أثناسيوس كتب ده، قديس كيرلس فبس إيه المفهوم؟ عشان كده لما يجي واحد يقول لي بدعة تأليه الإنسان أقول له طب قول لي تقصد إيه بتأليه الإنسان؟ لو تقصد إن الإنسان يعني أصبح غير محدود كامل المعرفة، فيش حد من الآباء قال كده. لكن إحنا المسيح إدانا طبيعة جديدة، صورته ومثاله، ودعانا إلى حياة كمال، كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. فإذن بيدعونا إلى مستوى أعلى من مستوى البشر. أو مثلا يجي يقولك أقامنا معه وأجلسنا معه، إيه المقصود بها؟ هل إحنا ولا طبيعتنا البشرية؟ فعايز أقول أنا ممكن أخش في كده، بس أي حوار عشان ما يكونش حوار الطخشان يعني محدش بيسمع التاني، أو حوار مفيد يكون لي مرجعية. فالمرجعية بتاعتنا اللي أنا اقترحتها وبقترحها هي الكتاب المقدس، الآباء والليتورجيات. نيجي نقول الآباء قالوا إيه. أنا مثلا قاعد أقرأ أكتر في الموضوع ده، فمثلا قلت طيب فكر القديس أثناسيوس اللي عبر عنه بجاس قعد لحد إمتى في الكنيسة. كان في دراسة الدكتوراه بتاع الدكتور جوزيف فالتس عن العلاقة بين القديس أثناسيوس والقديس بولس البوشي في القرن 13، بولس البوشي في القرن 13. ده موضوع الدكتوراه بتاع الدكتوراه. فأنا جبت ما كنتش قريت يعني للقديس بولس البوشي قبل كده، فجبت كتاب كانوا طابعينه الكاثوليك عن المقالة بتاعته عن التثليث وعن التجسد. فأنا مسكت التجسد وابتديت أقرأ وأقارن بينه وبين القديس أثناسيوس، يعني نفس الفكر ده لحد القرن 13. فأنا لما أجي أعمل حوار أعمل لي مرجعية وبعدين أخذ الأساس وبعدين أقارن به. لكن أنا لو أنا بتحزب لكاتب معين ولأنه كتب حاجة معينة يبقى هو ده الصح، وأي حد يقول كده يبقى بيهاجم فلان الفلاني وبيهاجم، يبقى مش هنوصل لحاجة. وبعدين المشكلة إن احنا طلعنا من محيطنا وابتدى نهاجم الكنائس التانية. بالظبط كده. يعني مثلا النهاردة مثلا بنهاجم الكنائس الأرثوذكسية الخلقدونية وعاملين هجوم. طب احنا درسنا بيقولوا إيه؟ هو واحد مثلا قرأ له كتاب وعلم عليه يبقى هو ده بيقوله كده؟ طب ما هو ممكن واحد يقرأ لنا كتاب عندنا يبقى هدي رأي الكنيسة. عشان كده أنا بقول حينما أقرأ كتاب في فرق بين أنا بقرأ كتاب ومسك قلم أحمر ومتحفز أعلم على الأخطاء أدور على الأخطاء وفي فرق وفي فرق بين أن أنا بقرأ كتاب عشان أفهمه ككل، يعني أفهمه ككل. فهنا طريق للقراءة. فاللي بيحصل ان واحد يعلم ويطلع لي ويقول لك الحق وبيقولوا كده. طب احنا اكتشفنا دلوقتي ان الكنائس الخلقدينيه مش فاهمه الخلاص. طب ده احنا لينا سنين بنحاور معاهم ما اكتشفناش ده دي زمان. احنا عندنا كان مشكله في الكريستولوجي، ولما جينا نعمل حوار معاهم رسمي كان هو ده الموضوع الوحيد والدليل. الا لما وصلنا الاتفاق قبلنا معموديتهم
وعملنا اتفاقية في الرعاية. عشان كده أنا طلبت في السيمينار اللي فات إن لو إحنا فعلا بنقول كده وشايفين إن الناس دول مش فاهمين الخلاص، طب ما نقول في المجمع ونقول لهم وقف الاتفاقية. ده إحنا مجمعنا وافق على الاتفاقيتين، يعني أنا ضميريا حسب قرار مجمعي أعتبر إن هذه الكنائس ليس هناك خلاف لاهوتي معهم. سيدنا بعد إذن ده ضميريا، يعني قدام ده قرار مجمعي. أيوه. صح، هما لسه ما قبلوش في مجامعهم، لكن إحنا مش بس حوار وقع عليه لاهوتيين. ما أنا كنت اشتركت في جزء من الحوار ده، لكن ده المجمع المقدس وافق على الاتفاقيتين دول وبناء عليه خد إجرائين. أنا ما بقولش الاتفاقات دي مقدسة، عايز أرجعها، طب أرجع تاني، أرجع للمجمع تاني، بدل ما أنشر وبلبل الناس أجي للمجمع وأقدم مذكرة أقول فيها إن أنا اكتشفت الجماعة دول كذا 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 كذا، نناقشها. ولو إحنا كمجمع مقدس وافقنا على كده يبقى ناخد الإجراء نبعت لهم يا جماعة إحنا شايفين إن أنتوا إيمانكم في الخلاص غلط أو لينا ملاحظات، تعالوا نبدأ الحوار من أول وجديد. مثلا القضية بتاعت تناول المرأة دي، قصة اللي عاملين عليها زوبعة ده، يعني أنا قلت تعبير بس معلش اسمحوا لي أقوله، قلت إحنا عاملين زي واحد راح يقول لأبوه يا أبوي علمني إيه الهيافة، قال له تعالى في الهيفة وتصد، فإحنا جينا في الهيفة وتصدرنا، سبنا احتياجات المجتمع ومسكنا في دي. وحتى لما ناقشناها غلط، يعني بنقول تناول المرأة، طب ما هو القواعد دي للمرأة وللرجل، بس في فرق في الفسيولوجي، يعني هو الفرق الفسيولوجي بتاع الراجل غير الست، لكن مبدأ واحد، وخاصة بالمتزوجين، متزوجين ده رجل وامرأة ولو متزوجين الليزبيان، فخدناها في حتة ان دي حاجة خاصة بالمرأة، لكن هي لا، هي حاجة مفهومنا للأسرار واشتراك الجسد في السر، وهل الجسد يكون مستعد ولا لا. عشان كده وبعدين احنا ناقشنا الكلام ده، يعني احنا في السيمينار بتاع شهر مارس الموضوع اتناقش، وشكلت لجنة من أباء مطارنا وأساقف، وأعطينا فرصة عدة أشهر ان كل أسقف يجمع مجموعة ويعملوا أبحاث في الموضوع ده وموضوعات الطبية الأخرى، واجتمعت اللجنة قبل اجتماع المجمع وطلعنا توصية انه مفيش المرأة طاهرة في كل مراحل، لا شيء ينجس الإنسان إلا الخطية، وان لا فرقة روح القدس اللي غض عن النقطتين دول، وان احنا تمسكنا من أجل التقوى ان احنا بنحافظ على كده، لكن ممكن المرأة تمارس أي نشاط آخر روحي، والطفل ممكن يعمد سواء ذكر أو أنثى في أي وقت. لو كانت التوصية دي في وقتها اتنشرت كان الدنيا وقفت، لكن احنا ما نشرناهاش لسبب انا ما اعرفوش. اللي حصل ايه؟ ان الاباء اللي كانوا مشتركين، يعني الاباء اللي طلعوا كتب او اللي غضوا عليهم ما كانوا يقدموها في المجمع. فالنهارده المبدا نفسه، عشان كده انا عندي في الأبوشية اول ما حصلت كده رحت وزحت التوصية دي في كل الشعب، قلت عشان دي مسألة ضمير، ما فيش حد هيقف يسألك أو يسألك قبل التناول، دي ضميرك أنت، فإحنا بنقول لك أدي اللي وصلنا له كمجمع، لما المجمع يقرر حاجة تانية هنيجي نقول لكم، عشان الناس حصلها كونفيوجن فيها. التوصية دي أدت خطوة مهمة، أن نقلت موضوع النجاسة إلى موضوع الاستعداد الجسدي. إيه الخطوة اللي بعديها؟ تتناقش وبعدين نسأل إيه الاحتياج الرعوي؟ إيه المشكلة؟ يعني لما كانوا يقول لك الأربعين والثمانية، يعني أمهاتنا لما زمان كانوا بيخلفوا بالستة والثمانية ما كانش عندهم مشكلة، دلوقتي يعني الواحدة في حياتها هتيجي كم مرة؟ ده لو جات، يعني عايز أقول إيه؟ يعني موضوع مش ملح، يعني أنت تعالى مثلا مجموعة سيدات في منطقة، إيه مشكلتكم؟ تقولك مثلا في مشكلة بالنسبة للدخل، مشكلة بحد عيان،
مشكلة الكذا، هي دي الموضوع. هل ده الموضوع ده النهارده؟ يعني احنا مثلا سيبنا، احنا كنيسه بتواجه تحديات رهيبه، تحديات وجوديه اهو كده، تحديات وجوديه زي الحادث اللي حصل ده، حادث اللي حصل، فانا هسيب كله ده وامسك في دي وامسك في دي وامسك في دي وابلبل الناس؟ طب ما انا عاملين المجمع المقدس ليه مثلا؟ السؤال انا بساله، عاملينه ليه؟ عشان كده انا قلت المشكله دي احنا اللي عملناها ككنيسه، مش الشعب اللي عملها، احنا اللي بلبلنا الناس، احنا فتحنا موضوع وما قفلناهوش ولم نحترم ان في مجمع مقدس، وابتدى كل واحد يتكلم زي ما هو عايز، ونتيجه كده طب ايه الاتشيفمنتس؟ ولا حاجه. يعني ايه الانجاز اللي حصل؟ الناس كونفيوز، بلبله بس، ما عملناش حاجه. ناس اتقسم، ممكن تيجي في كنيسه السيسي يقول لا ما تتناولش، وتاني يقول لا تتناول. يعني هل ده اللي احنا عايزينه؟ ده اللي عايزينه يعني نقسم الناس؟ ده المطلوب يعني؟ فعشان كده بقول احنا الامور دي تحتاج الى ان يبقى في مرجعيه، مرجعيه نرجع ليها، ندرسها بطريقه مظبوطه. المجمع المقدس طبعا. يعني وبعدين ايه الحاجه نخلصها للاخر؟ تعرف زي الصنايعي اللي مثلا يجي يعمل لك حاجة ويجي في إخ يعمل لك إيه؟ التشطيب. فتلاقي يعني مثلا جاي مثلا يبيض، وبعد ما عمل الخشب فجاي يبيض بعد ما عمل الخشب في الأرضية، فلخبط لك البتاع. فإحنا ساعات الإخراج عايز إيه؟ حرفنة شوية. فينيشنج. نفتك سيدنا على ذكر الترمينولوجي بتاع التأله، القضية ديت أيضا مصارة وبقوة. يقولك إيه؟ هو مش تأله، تأليه. يعني الإنسان مش بيتأله، بيأله الله. هو القديس قديس أثناسيوس الرسولي تحديدا، قديس باسيليوس الكبير، وأيضا في طريقة معالجة القديس كيريلوس لزمنه في الهرطقة، هرطقة نسطور، جميعهم اشتركوا في فكر معين، أنه حينما نتفق في المضامين لا نتنازع ولا نتشاجر على الألفاظ أو الترمينولوجي، لأن اللغة العربية فقيرة حتى في يعني في الترجمة، لا جديدة بالنسبة لها. يعني 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 هو إيه؟ عشان كده أنا كنت قريت مقال للمتنيح الأنبا غوغوريوس، كان بيشرح القديس غوغوريوس أسقف نيسوس لما كان بيتكلم على التأله، فبيكتب العربي، فكتب إيه؟ التشبه بالله. التشبه او يعني ممكن يعني لا يعني ايه استخدم، انا بتكلم على حاجه يعني مثلا استخدم تعبير، عشان كده انا اقترحت ان طب ما نستخدم تعبير اكتر يدي المعنى، صح، ما يديش الحاجه الحرفيه. لان هو القديس أثناسيوس قال يعني ايه المقصود؟ المقصود ان ربنا ادانا نعمه عدم الموت وعدم الفساد، ودي صفات من الله، لان لوحده غير المائت. فالمفهوم بالنسبه لهم هو اعطائنا صفات من صفات الله. يعني مفهوم التأله عند الآباء إن الخلاص إدانا صفات من صفات الله، وركزوا على صفتين: عدم الموت، لأن الإنسان ميت بطبيعته لأنه مخلوق من العدم، لكن الله أعطاه أن يحيا إلى الأبد، فقد دي لما سقط ورجحها له المسيح في الخلاص، وعدم الفساد اللي هي عن الخطية. فهنا هم شرحوا، يعني هو لما استخدم التعبير ده شرحوا القديس. البعض بيقف عند يا سيدنا نحت المصطلح نفسه، ففي الآباء اللي ترجموا الكلام ده قالوا مثلا عن موضوع السيوسيس ده، قالوا مثلا التقديس في المسيح، أو الاتحاد بالمسيح، أو الاقتداء بالمسيح، أو التشبه بالمسيح. يوسفني طبعا أن الحوار ده بيعامل أزمة مع الكنائس الأرثوذكسية الخلقدونية. عشان كده اسمح لي أسأل نيافتك، أن نيافتك عملت زمن طويل جدا في العمل المسكوني، سواء كعضو في مجلس كنائس العالمي أو مجلس الشرق الأوسط أو مجلس كنائس إفريقيا والمجالس الإقليمية، ومش بس وكده، لا، كنت نيافتك على رأس الحوار اللاهوتي مع الكنائس الأرثوذكسية. أين وصلت عملية اجتياز اتحاد الكنائس الشرقية؟ وهو حلم كبير جدا اتحاد الكنيسة الأرثوذكسية في العالم، على الأقل ده بيمثل أولوية
بالنسبة لحلم الاتحاد مع الكنائس الأخرى. إلى أين وصلت؟ وخاصة يافتك كنت المحاور أو الـ الـ هو على رأس الوفد بتاع لا الكنيسة. بالنسبة للحقوق الأرثوذكسي كان يافت الأنبا بشوي، يعني هو كان الرئيس المشارك. أنا يعني كنت بشترك في بعض الجلسات يعني بالنسبة للحوار اللاهوتي الأرثوذكسي. إنما قصته كان مجلس الكنائس العالمي في الستينات والسبعينات عمل أربع حلقات غير رسمية للاهوتيين من العائلتين، وانتهوا إن لا يوجد خلاف وإنه دعوا إلى بداية حوار رسمي. الحوار الرسمي ده ابتدأ في ديسمبر سنة 1985، وكان نيافة الأنبا بشوي هو ممثلنا، وكان هو برضو المسؤول من العيلة بتاعتنا. وانتهينا باتفاقيتين، اتفاقية سنة 89 عقدت في الأنبا بشوي، واتفاقية أخرى سنة 90 في شامبزيف في جنيف. وبعد كده اتعمل لقاء في سنة 93 انه حط ايه الخطوات العملية لرفع الحرمات، وتم التوقيع على الاتفاقيات رسمي، بقي ان الكنائس تقبلها. بالنسبة لعائلتنا احنا بنقبلها individual، يعني كل كنيسة بتناقشها في المجمع ولو وافقت عليها، فاحنا قبلنا الاتفاقيتين. هما العائلة بتاعتهم لازم يجتمعوا مع بعض عشان يناقشوا، فكان هما بيعدوا الحاجة اسمها الـ 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 الاجتماع الهولي أرثوذكس كونسلز ليهم عشرات السنين. وللأسف بعد ما كان هيجتمع حصل خلاف، فالروس وبعض الكنائس أخرى ما حضرتش، فهما الخطوة عندهم هما يعني بالنسبة ليهم. عشان كده لما بدأت الأفكار الجديدة دي ما كانتش موجودة، قلنا وماله يعني لو احنا لقينا فعلا حاجة، أنا بدافعش عنهم بس أنا بقول إزاي نمشي في الخط الرسمي عشان ما نبلبلش الناس في حاجة زي كده. سيدنا عايزين نتنقل لموضوع تاني اللي هو موضوع الخاص بمكانة المرأة ودعوة التحرر الأنساوي فيما يتعلق بمسألة رسامة المرأة في رتب الكهنوت. كيف يرى تقليدنا الإبطي السكندري هذه القضية؟ شوفوا، اولا احنا عندنا حساسيه حكايه المراه دي، وانا هديكم ثلاث امثله سريعه كده بدون ما اخش في الموضوع، لكن بخش في الحساسيه وبعدين اجي للحته دي. كان مره نشر صوره على الانترنت ان في كنيسه غالبا في كندا او حته زي كده، انه زار كان في صلاه عشيه، فبعد ما ابونا خلص صلاه الشكر وهو بيلف، ففي راجل واحدة بنت بيلفوا، فطبعا الناس علقت ازاي واحدة بنت بتلف في الهيكل، بنت صغيرة يعني، وازاي دي؟ طب الناس يرد عليهم لا دي بنت صغيرة، ما العدرة يعني لسن معين كانت في الهيكل. واللي قالك بس دي نهاية العالم، ده خلاص بدام البنت دخلت جوه الهيكل يبقى هنخش على كهنوت المرأة. فطبعا القصة الصورة دي طبعا في خطأ طقسي واضح، يعني دخول بنت تلف غلط، بس خطأ طقسي ملوش دعوة بالطهارة، لأن البنت دي بتتناول، فلو كانت دخول الست في الهيكل هينجس الهيكل، طب ازاي بناولها؟ يعني أيهما أعظم، دخول الهيكل ولا التناول نفسه؟ فإذا موضوع عدم الدخول ده ناحية طقسية، لأن خدمة الهيكل لخدمة الشماس، وهي مش شماسة، وحتى رتبة الشماسات مش هي مؤنس الشماس، لا رتبة مختلفة تماما، ليس فيها وضع يد، ملاش علاقة بخدمة المذبح. في نفس الوقت محدش علق ان في خطأين طقسيين تانيين موجودين في الصورة. اولا الراجل ده راجل افندي، قميص والبنطلون، ما نعرفوش شماس ولا مش شماس، وليه مش لابس؟ وبعدين الكاهن مش لابس صدغة ومش كاشف رأسه، ما دي كلها أخطاء طقسية، بس الناس اتعودت على الأخطاء دي فما بتنقدهاش لأن بتشوفها كتير، خلاص تعودت أن الواحد يخش يخدم جوه الهيكل وهو بالقميص والبنطلون، ما يقولك دي عشية دي باكر، خطأ طقسي. لكن لأن في حساسية محدش بص للأخطاء التانية وبصوا على البنت دي بس،
انا ما بقولش اللي بقول في خطا طقسي موجود. زي مثلا انت لقيت واحد افندي دخل الهيكل هتقول لا ما يصحش مفروض التناول بره، لكن لو دخلت ست تقوم مصيبه. ليه؟ لان في عقلنا الباطن ان دي ازاي ده مكان مقدس. الله، طب لو هو مكان مقدس ما تخشوش الست، زي ما قلت طب بتناول ازاي؟ انت بتاخد جسد الرب ودمه. فاذا في فرق بين خطا طقسي. عشان كده الحوار حوالين العدرة ملوش معنى، لانه العدرة ده كان نظام مختلف تماما، وما كانش طبعا بتخش في قدس الاقداس، بتخش رئيس الكهنه، وكان مفهوم الطهارة مختلف تماما في العهد القديم لسبب ظروف العهد القديم. الحادث الثاني اللي برضو يعني يوري لك الحساسية اللي موضوعة بالنسبة للمرأة، لما جت رئيسة الكنيسة السويد دنيا هاجت ازاي، ويبقى معنى كده ان احنا بنعترف بكهنوت المرأة. طب هم اصلا ما عندهمش كهنوت. يعني اصلا الكنيسة السويدية ما عندهاش كهنوت. تاني حاجة، طب افرض كان راجل، يعني لو كان راجل كنا هنتضايق ولا احنا زعلانين عشان انها ست، ولا زعلانين انها عشان كنيسة مش مشتركة معنا في الايمان؟ طب ما هو بيجي مثلا رئيس اساقفة كانتربري ومعاه مراته، ما احنا ما بنؤمنش ان ده رئيس اساقفة، انه ما يتجوز الاسقف ما يتجوز، بس هم عندهم نظام كده. لكن هنا المبدأ، انا بستقبل رئيس كنيسه، طلع راجل طلع ست، ده مش معناه ان انا بعترف بيه، لان اصلا انا بعترفش بكهنوته، لكن انا بستقبله كرئيس. زي مثلا استاذ في الجامعه هنا راح يحضر مؤتمر علمي في امريكا بيستقبله كاستاذ، لكن ما قدرش يشتغل دكتور هناك، لكن هو جاي اهلا وسهلا رئيس مثلا عميد كليه الطب، يستقبلوه ويلقي محاضره وكل حاجه، لكن مش معناه انه بيعترفوا بيه انه طبيب عندهم. فانا برضه انا مش هقدر، فانا بستقبل اي رئيس، مش دعوه طلع ست طلع راجل، ده النظام بتاعهم، ده مش معناه ان انا بعترف. لان انا حتى لما بستقبل بابا روما مثلا، طب ما انا في حرمات، هو انا قابل كهنوته؟ انا بعتبره بابا، بستقبله كرئيس كنيسه، لكن ما اقدرش نصلي مع بعض قداس لحد ما ترفع الحرمات مثلا. وحتى استقبال غير المؤمنين، هل ده يعني ان احنا بنادي؟ لا، يعني انا بس بتكلم عشان ناحية الكنسيه. النقطه الثالثه هي الصلوات، يعني احنا نفرق ما بين الصلوات المسكونيه، ان احنا اشتركنا في الحركه المسكونيه بيخلينا نشترك في صلاه، وبين الصلوات الليتورجيه. فلما يكون في خطأ طقسي أو ليتورجي أو خطأ في البروتوكول، ما نكبرهوش عشان حصل مع واحدة ست. يعني عايز أقول إيه، الحساسية اللي موجودة دي محتاجة إن إحنا يعني نتعامل معها. الخوف بقى من حكاية كهنوت المرأة، إحنا عندنا عفريت اسمه كهنوت المرأة، لكن طب ندرس هو الناس اللي عندها بتقول كهنوت المرأة دي، هم أصلا عندهم كهنوت؟ ما عندهمش. يعني كل الكنائس باسترول بس، يعني اول حاجه مفهوم الكهنوت غير موجود، دي نمره واحد. يعني الكنائس اللي عندها مفهوم للكهنوت زينا عندها ما عندهاش، ده كنائس أرثوذكسية وكنائس الكاثوليكيه، لان مفهوم الكهنوت انه كهنوت المسيح على طقس ملكي صادق، فالمسيح لما تجسد اخذ شكل رجل، فاحنا كهنوتنا هو ممتد من كهنوت المسيح. مش كده المسيح اختار رسل، ما اختارش واحده، رغم انه مش لان تقليل، لكن احنا ما نقصقش دور المراه في دي. طب ما المراه ليها دور كتير في الكنيسه وليها اهميه، اهو شهادات مثلا، اهو ربنا قال لنا اهو، شوف مثلا 24 منهم 23 شهيده. فالمراه ليها دور في الكنيسه وليها دور مهم في الكنيسه، لكن الحساسية الشديدة دي، الخوف ده، طب نقول طب كهنوت المرأة ده جه ازاي؟
نرجع للفكر بتاع الفيمينيزم اللي هي حركة تحرير المرأة، إن المرأة والرجل، لأن كان المجتمع الغربي بيفرق، يعني مثلا زمان كانت مثلا المرأة في أمريكا ملهاش حق تصوت، تعمل فوتينج، ملهاش حق تاخد مرتب زي الراجل مجرد إنها ست، فهم طلبوا بحقوقهم. الفكر ده دخل في كنايسهم هناك، فدخل حاجة اسمها لاهوت المرأة. لاهوت المرأة ده فكرته انه بيعيد قراءة الكتاب المقدس بفكر المساواة. يعني يجي يقول مثلا ايه، احنا بنقول على الله الآب، طب ليه الآب؟ ليه مذكر؟ ده يبقى تأثير الرجل. فيجي في الانجليزي بدل ما يقول لك God the Father يقول لك God the Parent. كلمة Parent المشاعر يعني. تمشي أب وأم. فكنا ساعات نروح نحضر صلوات لقونا جايبين بدل Our Father who art in heaven Our Parent who art in heaven. يقول لك دي اسمها Inclusive Language. فبدأت الفكر ده يغزو المعاهد اللاهوتية بتاعتهم، فابتدى يطلع كتاب يقول لك البايبل ان ذا ايز اوف ذا وومن، فبيعيد الاستراكشرز تاني. عشان كده مثلا تيجي تلاقي عاملين مثلا على الصليب واحده، فده فكر دخل ودخل في التعليم وادى الى كده. فانا لما اعالج كهنوت المراه اعالج الفكر، فهل الفكر ده موجود عندي؟ مش موجود. ما عندناش حركة بين النساء عندنا بتطالب ان ما نقولش أبانا الذي في السماوات. ليه نقول راجل؟ ما عندناش حد بيقول كده ولا بيفكر في كده، لا ست ولا راجل. وبعدين احنا مثلا سمحنا، احنا مثلا خايفين من حتة زي دي هتجيب كهنوت المرأة. طب ما هو كهنوت المرأة جه من المعاهد اللاهوتية. طب ما احنا عندنا الستات بتتعالى اهو، انتوا قاعدين مثلا في مدرسة بناء ستات ورجالة، طب ما نمنع بقى ان مرة احنا لما عملنا بنشجع البنات عندنا ان هم نجيب لهم لبس كده ويشتوك في التسبيح. فاحد الاباء كان بيناقشني يقول بس دي هتؤدي الى كهنوت المرأة. قلت له ازاي سيدنا هتؤدي الى كهنوت المرأة؟ بقى واحدة بيت جاية بشجعها انها تيجي بلبس محتشم وتيجي بدري وتتعلم الحان بدل ما يخش في الكورالات دي. دي اللي هتخلي كهنوت المرأة ولا دي؟ ولا انا دخلت الست تخش الإكليريكية؟ طب الإكليريكية دي اسمها الإكليريكية يعني بتطلع الإكليروس. طب احنا من الستينات وسمحنا للمرأة تدرس في الإكليريكية وبتدرس دلوقتي وبتدرس، وما عندناش حركة داخل كنيستنا لهذا الموضوع. فاحنا خايفين من ايه؟ احنا نخاف من الفكر، مش حتة واحدة بنت دخلت لفت غلط، اقول ان ده غلط وما يصحش ان هو يكون وده خطأ طقسي، لكن ما كبرهاش كده. يوضع الامر في حجمه يعني. الأمر في لان لو مشينا بالخوف ده هنلاقي كل حاجة لا اوعى تعمل كده للستات لحسن ايه. طب ما مثلا رتبة الشماسات ما كانت موجودة في الكنيسة الاولى، والقديس مار افرام السورياني نقول لا 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 اوعى دي هتؤدي الى كهنوت المرأة، هتؤدي الى كهنوت المرأة. حتى مثلا لما حصلت حكاية التناول قال لك لا ده لو سمحت لهم يتناولوا يبقى ده كهنوت المرأة. طب ايه دخل دي في كهنوت المرأة؟ فاحنا عندنا عفريت اسمه كهنوت المرأة. فلازم لو عشنا بالخوف ده مش هنتقدم. المرأة لها دور اساسي في الكنيسة ودور مهم ودور حيوي، وخدمة الكنيسة تقوم بدرجة كبيرة على الخادمات وعلى والأمهات والنساء. وزي وكنيستنا قدمت شهيدات وقدمت يعني راهبات وقدمت شخصيات عظيمة جدا. كده لما أنا رحت لوس أنجلوس فابتديت أهتم أن أنا أسمي كنايس بأسماء جديدة وأسماء قديسات. ليه؟ بيسألوا طب يعني ايه اللي عاجبه ده كل شط علينا باسم قديسة مريم المجدلية، مريم المصرية، فيرينا، مش عارف ايه. قلت ايه المجتمع ده، المجتمع الامريكي
رغم انه يبان انه مجتمع يعني بيكرم المرأة، لكن بالعكس ده مجتمع بيستغل المرأة ويصورها في صورة شهوانية جسدانية من خلال كل الانحرافات دي. سيدنا على الذكر ده بعد اذن يفتك، حصلت حاجة عجيبة جدا سمعتها بودني. كنت في اثناء ولادة ابني توني الكبير، فمامته موجودة في المستشفى، وانا سمعت واحد انجليزي، فاول لما دخلوا بيقولوا له بارك لمراتك، فقال لهم ابارك لها على ايه، دي حتى جابت بنت. فتعجبت كتير ان حتى الكلام ده بالنسبة لليوروبيان بيبل ازاي ان هو يبقى عنده الفكرة دي، دي فكرة عجيبة جدا. وانه في بعض البلاد في الكانتري سايد ان المرأة لا ترس ايضا، عشان كده هما بيطالبوا بالمساواة. بس انا عايز اقول ايه يعني عشان اكمل بس النقطة اللي انا كنت بتكلم فيها، انه الدور اللي بتقوم بيه يعني وتشجيعه ده مهم جدا، عشان لو احنا مشينا ان كل حاجة مش عاوزين نعملها احنا بس خايفين منها. فلما قلت بنسمي باسماء قديسات، انا عايز ادي نموذج، لان لما كنيسة تتسمى باسم قديسة، انا طب ايه سيرة القديسة دي، مين هي، يبقى زوكسولوجية. فعايز ادي صورة ان المرأة دي شريكة في الدعوة الى الحياة الابدية، وانها لها عقل بيفكر ولها روح ولها حياة مقدسة. فتتغير النظرة، مبقاش النظرة زي نظرة المجتمع اللي دي مصدر للشرور، مصدر للشهوة، لا اعمل كذا كذا. ده فكر مش صح، يعني فكر مش يعني فكر مش مسيحي. فعايز اقول انه ده بيخلينا ان احنا يعني نعمل حركة مضادة، مش ان احنا نمشي وراء فكر التحرر والتغيير، لكن ندي الصورة المقدسة المباركة. وايضا فكرة ان الخدمة في الكنيسة مش بس للكاهن، يعني مثلا روسيا ايام الحكم الشيوعي اسقف ما كانوش عارفين يعملوا حاجة، اللي انقذ الايمان الامهات والجدات. فكل واحد فينا لينا دور، عشان كده القديس استخدم تعبير الجسد. على ذكر تسميتي يعني حاجة كده فكاهية، لما كنا بنسمي أسامي كنائس باسماء قديسات، فكان كان سمينا كنيسة باسم القديسة مريم القبطية في منطقة اسمها سانتا كلاريتا عندنا. فساعات زي عندكم كده يقول لك كنيسة كليوباترا، ما فيش كنيسة اسمها كليوباترا بس في منطقة دي يعني. فالكاهن اللي اترسم جه مصر فشافوا تناح البابا شنودة، فبيقول يا ابونا انت منين؟ قال له لوس انجلوس. قال له على كنيستي؟ قال له سانتا كلاريتا. قال له يا هو الانبس غابيم كمان بيسمي سانتا كلاريتا؟ قال له لا ده مريم المصري، افتكر سانتا كلاريتا دي يعني ما عندناش احنا قديسه بسانتا كلاريتا يعني دي. سيدنا ايضا هناك ما اطلق الناس اللي اطلقوا عليهم او بيطلقوا على انفسهم المعارضه الكنسيه، او الناس اللي عندهم تمرد. نيافتك تناولت الكلام ده في حلقه في قناه اللوغوس الفضائيه، احنا ازاي نتعامل مع الظاهره دي في خدمتنا، لان الشكر معدي والرضا معدي وايضا التمرد والهجوم معدي. فديت ظاهره بتنتشر خاصه في مصر، خاصة في الأونة الأخيرة بعد الثورة وما الثورة والكلام ده، فأصبح الحكاية آخر لخبط. هو شوف إيه، إحنا أول حاجة ندي مساحة في الكنيسة لرأي الآخر، وما نزعلش لو حد انتقد شيء. بس أنا بقسم دولة لثلاث مجموعات. في مجموعة بتنتقد شيء فعلا غلط موجود وبتنتقده باسلوب كنسي، ودول مستحق يعني لازم نسمع لهم، وفعلا لان ممكن شعبنا يقول لنا حاجات ممكن احنا مش واخد باله منها. يعني ممكن مثلا ناس تيجي تشتكي ما فيش افتقاد، فعلا لانه عدد كبير فمحتاجه يكون في كاهن تاني وتالت في المكان. فما نزعلش من ان واحد جه يقول ان في حاجه غلط. في واحد بيعبر عن رأيه ده بطريقة كنسية مهذبة لطيفة يعني. في نوع تاني بيبقى له حق في حاجة بس ما بيعرفش يعبر، فبيعبر بطريقة غلط. كهنة ما بيعرفوش ما بيخدموش، الكهنة مش عارف ايه.
لكن هو يكون عنده مشكلة. فده نسيب الشكل ونمسك في الموضوع. يعني مثلا مرة جاي قعد معايا واحد ونزل كلام في الكهنة، الكهنة كذا وكذا 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 وكذا. طب يا حبيبي اديني حاجة سبيسيفيك يعني محددة، يعني انت بتقول الكهنة كلهم ما بيفتخوا، طب انت يعني متابع، طب قول لي مثلا مين انت في كنيسة ايه. المهم في الاخر خالص بعد القعدة دي اكتشفت ان هو ابنه ما حدش اهتم بيه، فيعني بعت. قلت له طب خلاص قول لي مين ابنك مين وفين واحنا ندور على ابنك. يعني احنا بدأنا بقصة كبيرة وانتهينا بكده. ففي ناس لو انت مسكته ازاي تقول كده وازاي تعمل ده، تسيب الشكل وتمسك في الجوهر، تبقى ايه الموضوع بتاعه، يعني تتغاضى مرحليا عن الموضوع ده. في نوع ثالث بقى، ده بيتصيد اخطاء، ده اي هو بيدور على اي غلط، وطريقته كمان طريقه صعبه. ده تصلي له، يعني ده علاجه الصلاه، يعني تحتم له وتصلي له. ونشكر الله ان دول قله بس صوتهم عالي، لان شعبنا في الاخر كله شعب محب للكنيسه، بس ساعات بتبقى فيه حاجه تعباه، شايف حاجه غلط بتحصل، حاجه مش فاهمها، فانا بشرح له. عشان كده انا بقول من حق الشعب يعرف، مش عيب ان الشعب يسال ويعرف حتى حاجات. يعني انا مثلا اسقف، انا شخصيه عامه عايش من فلوس الناس، فلو جه حد سالني مثلا، واحد جه سالني طب انت مين بيدفع لك التذاكر الطياره اللي بتسافر بيها، او انت يعني بتاخد مرتب، بشرح له مش عيب ان يسال السؤال ده، ما انا عايش على فلوسه انا ما بشتغلش. فمن حقه لو شاف ان في مظاهر مثلا مش مرتاح ليها بيجي يقول لي انا شحل. ممكن يقتنع ممكن ما يقتنعش يعني مش شرط ان اقنعه، لكن ايه من حقه ان هو يعرف. يعني مثلا انا لما جيت رحت لوس انجلوس جديد، فجابوا لي بيت كان ساكن فيه الكاهن وسابه راح في بيت تاني، فانا قعدت فيه فقبال الكنيسه بتاعت العالم. فحد كان متضايق يعني من بعض التصرفات، يعني مش عاجبه يعني الاسقف الجديد، فبعت لي جواب يعني بعد ما قال يعني الحاجات اللي متضايق منها، وبعدين بيقول وثم انك انت قاعد في بيت احنا اصلا البيوت دي جايبينها للقادمين الجدد ونيفتك فانا ندهت الكهنة قلت له يعني شوف فلان ده متضايق، قل له فلان بيقول لك ما انا ضمن القادمين الجدد يعني انتوا ما غيرتوش يعني الهدف من البيت، يعني رغم ان البيت ده كان قاعد فيه الابونا وجيم ابونا تاني قاعد فيه، فيعني ما خدتش يعني حاجه، ومفروض يعني ما لازم هيسكنوا الاسقف ما هيقعد في الشارع مثلا، يعني حاجه طبيعيه يعني. لكن عايز اقول لو انت خدت هو متضايق من حاجه اهو بيلخبط في الكلام. حتى لما ابونا منع قلت له لا لا ممنوع ان حد يحاسب على شيء شخصي، الهجوم الشخصي ده لا احاسب عليه شخص، ده بسيبه لربنا، لكن يحاسب لو هاجم الكنيسه وهاجم الايمان، لكن هاجمني كشخص انا انسان لي اخطائي. ففي فرق بين انا كانسان وبين وظيفتي كاسقف. فانا ما بقولش انا الكنيسه والا يبقى او اللي ينتقدني يبقى انتقد الكنيسه، لا من حقك تنتقدني لان انا بشر بغلط في غلطات في تقصيرات. عشان كده ساعات ناس مثلا يهاجموا اقول لهم انتوا لو كان المقصود هجوم الشخصي تعال اقول لكم اكتر من اللي انتوا تعرفوه. يعني ده يعني مره واحد قال لك فلان جاب عربيه كاديلاك، قلت له لا ده هم اتنين مش واحده بس بس هم ليز هم مش يعني ده ايجار مش شراء يعني، بس انت نسيت تعرف كده يعني. يعني عايز اقول ايه، يعني لو كان المقصود هجوم علينا شخصيا بقول له طب تعالى ده انا اقول لك اكتر لان انا عارف غلطاتي، لكن انا بتكلم على الكنيسه انت التجريح ده هيفيدك في ايه؟ يعني اللي احنا ما بنقلهش نفسنا. فعشان كده ما نزعلش ان ممكن واحد يقول راي،
انه ينتقد موقف، انه يسال سؤال. وبعدين في فرق بين حاجتين، في فرق واحد يسال وفي واحد يتهم. يعني انا ساعات مثلا واحد يبعت بيتهم، اقول له خلاص انا هشرح لك لما انت اتهمت، يبقى اذا مش محتاج تسمع. لكن لو بعت تسال يبقى انا هجاوبك على السؤال. فافرق ما بين اللي بيتهم واللي بيسال. اللي بيسال من حق ان انا اجاوب عليه، اللي بيتهم ده بسيبه بالربنا بقى، انك مش عايز تسمع، انت قررت خلاص. سؤال اخير سيدنا، ازاي نتعامل مع الظواهر الروحيه والغيبيات؟ بتعلمنا ايه نيافتك احنا كخدام مبتدئين من اجل تكويننا احنا وبنائنا الروحي على مستوى قناعاتنا احنا، وازاي احنا نرد على الناس الرد المناسب واللائق من غير ما نعسر حد ومن غير ما نشكك حد. الظواهر الروحيه موجوده، لكن هناك امور بتبقى اوفر شويه وتحتاج الى نوع من انواع الكياسه والتعقل والتحقق قبل نشرها والتعاطي معها. هو شوف، المعجزات شيء اساسي، بس اللي بيضبط المعجزه اللي من الله حاجتين. اول حاجه تكون لا تعارض الايمان، تاني حاجه تكون لمنفعه الناس. يعني واحد مريض بيشفى، واحد عنده ظروف. المسيح لما تبص المعجزات المسيح كلها كان ليه هدف، لكن لما طلب منه أن يعمل معجزة لمجرد عمل المعجزة رفض، رفض. فإحنا المعجزة وسيلة بيساعدنا ربنا بيها، بس في معجزة أعظم. يعني القديس أغسطينوس في تأمله في معجزة إشباع الجموع قال دي معجزة عظيمة جدا، المسيح من خمس خبزات وسمكتين أشبع 5000. إزاي؟ انه لما بارك في الخبز، الخبز زاد، مش كده؟ بل ازاي كلوا، يعني كلوا وزاد عنهم 12 قفة. يعني حتى الخمس خبزات مش هيك، يعني ما يملوش 12 قفة. يعني معنى كده في مادة اضيفت، خلقت. هل طب دي تخلينا نبص للمعجزة الدائمة، هي معجزة اللي حطها ربنا انه يطعم البشرية كلها. طب ازاي ربنا بيطعم البشرية كلها؟ بمبدأ التكاثر. أنت بتزرع بذرة تطلع لك شجرة. فالمبدأ ده هو ده المعجزة اللي مخلية العالم كله ده، المليارات الناس دي بتاكل. لأنه لو كان مبدأ بتطلع بذرة تطلع لك بكتؤناية، لكن بتطلع لك شجرة، وهكذا. فهنا عشان كده مثلا في الهوس الثاني في التسبحة بنمجد الله صانع العجائب. فبنبتدي بإيه؟ في المزمور بيبتدي بالشمس والقمر وحد البحر، يعني اللي هي الطبيعة، قوانين الطبيعة، وبعدين كسر لقانون الطبيعة. فأنا دي ما تخلينيش أن أنا ماشي دايما أنه عمل الله أنه يكسر الطبيعة، بالعكس الله حط القوانين ويحافظ عليه. يعني مثلا السيد المسيح كم مرة مشي على المية وكم مرة ركب مركب؟ كان بيركب مركب لما يكون في احتياج، غير كده سوري كان بيمشي على المياه لما يكون في احتياج، غير كده كان بيركب مركب. فلو انا عايش ان الحياه كلها هتبقى كسر للطبيعه مش معجزه، في حاجات ما كانت معجزه يعني يعجز عنها العقل، في حاجات كده احنا نعجز عن ان هي معرفتنا. تاني حاجه انما تخلينا يعني ايه، يعني ايهما اعظم، الجسد والدم؟ ولا مثلا واحد بيروح مثلا مكان، يعني بيقول لك ناس راحوا الدير فدخلوا مثلا يحضروا القداس وبعدين يلحقوا ده ابونا فلان طلع فسابوا القداس وراحوا له. طب ده صح؟ او واحد يقول لك الحق فالقداس العدغه ظهرت، مش ممكن تكون دي العدغه؟ مش ممكن العدغه تظهر اثناء القداس عشان تشغل الناس عن القداس؟ فعايز اقول انه الواحد لما يجري ورا المعجزات بس، وكانه علامة القداسة هي بس المعجزة، طبعا من ضمن العلامات، لكن في قديسين ما عملوش معجزات، وفي ناس ما عملوا معجزات وترفضوا اللي احنا تكلمنا عنهم. ليس كل من يقول كثيرين سيقول أليس باسمك تنبأنا، أليس باسمك خرجنا شياطين. تاني حاجة الناحية الإعلامية،
يعني احنا تقلدنا كنيستنا علمتنا ان كانوا كبار القديسين يخفوا المعجزة، ربنا اللي يكشف. النهارده تلاقي واحد يقف يقول لك او يجيب كاميرات عشان تصور، يقول لك عشان نمجد ربنا. طب هما القديسين دول ما كانوش بيمجدوا ربنا؟ لما ربنا يريد يكشف. عشان كده كان المسيح يعمل معجزات يقول له لا تقل لاحد، وتاني يقول له اذهب وحدث بصنع بك الرب. فانا بسيب لربنا هو اللي يكشف. يعني القديس ابو مؤاخ مثلا لما اقام خلى الميت يقول الوديعه كانت فين، لما في ست ارمله اولادها، راجل صاحب الدين جوزها خد منه دين ما عرف محطه فين، راجل مات، فقال لها خلاص ناخدك نبيعك انت وعيالك. فراحت لابو مؤاخ، فابو مؤاخ قال لها تعالي، خدها قدام الميت وقال له انت حطيت الفلوس الوديعه فين، فالميت تتكلم. فالناس كلهم قال يا ابو مؤاخ بيخلي الميت يتكلم. قال لهم ليس من اجلي صنع الله هذه المعجزه، ولكن من اجل هذه الارمله واولادها اليتامى. فربنا بيعمل معجزه لاجل ايمان الشخص. فعشان كده احنا يعني ان ربنا عمل معاك عمل كويس احفظه لنفسك. مره اختم بدي، مره كنت داخل كنيسه فجات واحده يعني ست خدتني على جنب كده وقالت لي انا العذراء بتظهر لي. قلت لها لما العذراء بتظهر لي بتحسي بايه؟ قالت بشعر بسلام وفرح. قلت لها كويس، دي بركه كبيره ربنا بعتها لك. قالت لي ممكن اقول للناس؟ قلت لها لا. قالت لي ليه؟ قلت لها لما هتقولي للناس الناس هتنقسم لقسمين، ناس تقول يا سلام انت انسانه قديسه العذراء بتظهر لك، وناس تقول لك مين قال لك، يمكن بتتخيلي، فانت مش هتستفيدي من الاثنين. صح. فانت احتفظي بدين نفسك. لو العذراء عايزه تدي البركه دي للناس، طب ما تظهر لهم هم كمان. كان عندنا برضو واحد بيدعي ان مرجرجس بيظهر له ويديله رسائل للناس، فجاء قابلني فبساله، قال لي انا كنت عيان ومرجرجس شفاني وعمل له صليب في رقبته. قلت كويس، بركه كبيره. قال لي وكمان احنا بنعمل اجتماعات في البيت ومرجرجس بيدينا رسائل، يعني بيديله رسائل وانا تقول زي ايه مثلا؟ قال لي يعني الناس تتوب وتتناول. قلت له دي عايزه مرجرجس؟ طب ما احنا طول النهار بنقول الكلام ده، يعني مش محتاج ان مرجرجس يجي يقول كده. قال لي لا، وفي ساعات ناس بتكون ليها طلبات، فبيبقى قاعدين في الصلاه هو يخش الاوضه ومرجرجس يظهر له وبعدين يطلع يقول للناس. قلت له لا، دي هتعمل لك مشكله. ليه؟ لان لو حد ليه طلب وانت دخلت المرجرجس وما جابوش، يطلع يقول لك مين قال لك، يمكن ما قالكش، يمكن ما خدتش لبالك. ولو جبت له طلبه يا سامرك يا سامت راجل قديس. فانت ايه اللي دخلك في دي؟ انت لما المرجرجس يظهر لك في الاوضه قل له طب ما تطلع بره في الصلاه والناس تسالك مباشره. قال لي لا، ما اقدرش اقول للمرجرجس كده. قلت له طيب، قول لمرجرجس ان اسقف البلد مش مديني حل انقل رسائل، وخطيتك عليا انا. ليه؟ لان ده بيعمل لي سجس وسط الناس. المعجزه الاولانيه ان انا عيان وشفيت، وماله؟ بركه كبيره. لم اتدخل فيها ولا قلت له هات الدليل، رشم لك صليب على اوضتك ما رشملكش، وماله؟ لكن لما تيجي تسجس الناس يبقى دي مسؤوليتي بقى، ان انا احمي من السجس ده. مره تانية مثلا قال عندي صليب بينزل زيت والناس بتروح البيت تشوف، فانا بعت له قلت له شوف قدامك حاجتين، يا اما تخلي الصليب والزيت ده ليك بركه ليك، أو تجيبوا الكنيسة فالناس كلها تيجي وتشوفوا الزيت في الكنيسة. طبعا ما رضيش. لو أنا حاجة من ربنا ما رضاش ليه؟ ما دايما الحاجة من ربنا تتكشف في النور، تكشف في النور. فعشان كده
وبعدين احنا طب انا محتاج ان صليبي ينزل زيت. ممكن واحد غير مؤمن دي تخليه يفكر في الصليب، لكن انا مش محتاج، انا ايماني بالصليب مش ينزل زيت، ما ينزلش زيت مش هتغير. وبعدين طيب لو انا هجيب زيت مثلا، واحده المره قال واحده الست ايدها بتنزل زيت، طيب وناخد الزيت ده ندهن بيه الناس، طب ما الزيت نصحة المرضى ده ايه؟ لما اخد زيت من الناس، يعني الكنيسه بتعلمني ان في سر اسمه سر مسحه المرضى له طقسه. طيب لو كنت انا هسيب ده وهجيب الزيت اللي بينزل من الناس، يبقى ايه لازمته؟ ففي حاجات الانسان يعقلها، عشان كده المثل يقول لك ان كان المتكلم ايه فالسامع يكون ايه فتعقل الحاجه، مش يجي واحد يقول لك الحق ده مش عارف بيعمل ايه، الحق ده مش عارف ايه، وتميز ما بين المعجزات الخاصه والمعجزات العامه. يعني ياما العدغه بتظهر لناس، عمر ما الكنيسه بتاعتنا عملت لجنه عشان تشوف، عملت لجنه لما ظهرت في حته زي الزيتون حاجه عامه او بابا دوبلو كده، لكن الحاجه الخاصه العدغه بتظهر لك بركه كبيره، مش محتاج ان انا اتحقق حاجه خاصه بيك ومعجزه خاصه بيك، مش محتاج ان انا اقعد يعني اقول وانشو في هذا الكلام يعني.